توفيق. في اي حاجه يا بنتي تطلبيها مؤخر الصفات اللي انتوا حطيتوها مع بعضيكم اللي احنا كتبناها في التقسيمه، في اي حاجه يا ابني انت دلوقتي مطلق وحريه. موافقه يا بنتي على الجوازه ولا تشاور نفسك تراجعي نفسك ولا حاجه؟ طيب تسمع الفاتحه كده يا جماعه بالهدى والتوفيق. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هتبقي وكيلة نفسك ماشي؟ قصي بعض كده، قربي كده كده عليا، قولي له بسم الله الرحمن الرحيم، توكلت على الله واستخرت الله وزوجتك يا ابراهيم نفسي بنفسي على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى الصداق المسمى بيننا عاجلا وآجلا وعلى مذاهب أئمة المسلمين كلها بسم الله الرحمن الرحيم. والسر استوكلت على الله واستخرت الله وقبلت زواجي يا أسماء لنفسي وبنفسي على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى الصداق المسمى بيننا عاجلا وآجلا وعلى مذاهب أئمة المسلمين وعلى مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان. مع بعض يا جماعة نقول للعارسين بارك الله لكما، بارك الله لكما، وبارك عليكما، وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما، وبارك عليكما، وجمع بينكما في خير. بارك الله عليكما، وجمع بينكما في خير. يلا قوم سلم، قوم يا بنتي، سلموا على بعض. ايوه مبروك يا بنتي، ربنا يسلمك.